فضل حماني وعد فلاحين شقيقين منحدرين من ولاية غليزان النشاط الفلاحي والاستثمار في إنتاج الأرض الشوكية. زراعة تحتاج كميات كبيرة من مياه السقية، ولذلك اختار أن يعمل بأنظمة مقتصدة للمياه. كما نقولوا ما نستعملوش المياه كما كنا نستعملوها مقبل كانت المياه كما نقولوا كانت كاينة، بصح كما العام هذا نقصوا شوية في المياه. وحنا رانا هنايا في كيما نقولوا ارض رانا نوجدوا باش نغرسوا هذا القرنح هذا، رانا كيما نقولوا في المرحله الاولى وهي كيما نقولوا تطلع كوتا كوتا هذه ومن بعد تغرس، ورانا نستعملوا هذه كوتا كوت كيما نقولوا باش نحافظوا على الماء، لان نعرفوا كيما نقولوا في الاعوام الاخيره هذه نقص كيما نقولوا في الامطار وكاع، لهذيك رانا نحافظوا على المياه. تراجع منسوب الآبار وقلة مياه دفع بهما لاستخدام أنابيب السقي بالتقطير حفاظا على مردود المساحات المزروعة هذه السنة. جابني بلا قليل أن الحاسد جاء هبطوا واحد 5 مترات لتحت، قصوا واحد 5 مترات لتحت الماء، غادي نستحفظوا الماء. فلاحون فضلوا العمل بأقل الموجود للحفاظ على نشاطهم الفلاحي المعروف به ولاية غليزان، أين يسعيا لتوفير مادة الأرض شوكي للأسواق المحلية والمجاورة.